لله حمد الشاكرين على عطاياه العظام فالرب أكرمني تجاوز عن خطاياي الجسام وإلى جنان الخلد أدخلني مع الصحب الكرام وخطوت في عدل سعيدا حيث قد طاب المقام لله حمد الشاكرين على عطاياه العظام هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يوم القيامة يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة أي يغمس غمسة واحدة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. سبحان الله، غمسة واحدة في الجنة لمدة ثوان أنست هذا الرجل المبتلى كل أنواع البلاء التي مرت به في هذه الدنيا، غمسة واحدة في الجنة أنسته الفقر وأنسته المرض وأنسته الألم وأنسته الهم. الله أكبر، هذا فعل الغمسة الواحدة في الجنة، فما بالكم بالتي تكون له سكنى. للأسف عند الحديث عن نعيم الجنة يقتصر فهم البعض على مجموعة أشجار وطعام وثمار وشراب وقصور وأنهار وحور فحسب، لكن بالنظر في القرآن الكريم والسنة المطهرة نجد أن نعيم الجنة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نعيم جسدي ونعيم بصري ونعيم نفسي. وإذا أتينا إلى النعيم الجسدي فهذا بدوره ينقسم إلى أنواع متعددة، فالملذات الجسدية تشبع شهوات كثيرة، طعام من لحم طير وشراب من رحيق مختوم وخمر وعسل وماء ولبن وملبس من حرير وسندس واستبرق وحلي من أساور من ذهب وفضة وأزواج مطهرة من حور عين وغير ذلك. وإذا أتينا إلى النعيم البصري يقال ثلاثة تذهب عنا الحزن: الماء والخضرة والوجه الحسن. إذا كان هذا في شأن الدنيا فكيف الظن بالآخرة؟ الماء في الآخرة أنهار وعيون، والخضرة أشجار وثمار وقطوف، وأعلى نعيم تبصره العين هو النظر إلى وجه رب العالمين. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. أما النعيم النفسي وهو جانب خفي لا يعلم عنه كثير من المشتاقين إلى الجنة، ويتعلق بالمتع واللذائذ القلبية والنفسية. حقيقة لا يستطيع عقلنا القاصر فهمها أو إدراكها، بل ليس لنا إلا أن ندعها لوقتها حين يتعرف كل منا عليها بنفسه إذا دخلنا الجنة إن شاء الله. ومن هذا النعيم وداع الحزن. في الجنة ستودع الأحزان، فلا حزن لموت حبيب ولا لضيق رزق ولا لمقاساة فقر ولا لمعاناة مصيبة ولا لألم مرض. قال الله تعالى على لسان أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن
إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ثم وداع الغل والحسد، فيطهر الله تعالى نفوس أهل الجنة وينزع الغل والحسد من قلوبهم، فيقابل أهل الجنة بعضهم بعضا هنالك على سرور متقابلين. قال تعالى حاكيا على يبين حال أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين. وهناك نودع الفزع، قال الله تعالى: وهم من فزع يومئذ آمنون. في الجنة سنودع السخط، حيث ينادي الله سبحانه وتعالى على أهل الجنة فيقول لهم: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أيها الأخ الحبيب، استعد للجنة، استعد للجنة، فثم نعيم عظيم وثمة لذائذ لا تعد ولا تحصى، يستحيل الإحاطة بها جميعا. لكن تكفينا هذه اللمحات وهذه الإشارات، جعلنا الله وإياكم من أهل جنته. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان، فرع جدة. ورأيت ما لا قد رأت عين ولا سمع الأنام، حور قصور زخرف ثمر وأنهار المدام، حتى فرحت بأن نظرت لوجه ربي في بويا، فبلغت غاية ما أريد وحينها تم المرام، وسعدت بالرضوان بالرحمات في حسن الختام.